تمم بخير إن شاء الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. هتكتبوا مهر ومؤخر كام إن شاء الله؟ اكتب يا سيدنا الشيخ، مهر 1,000,000 جنيه ومؤخر 1,000,000 جنيه. يا عم شهيد، انت شارب حاجة على المسا ولا ايه؟ مش كتير عليك يا سعد يا ابني، انت ما قامك كبير، ثم ده حق بنتي ودي غالية عليا قوي. ايوه بس ده كتير قوي يا عم شهيد. هو ايه ده اللي كتير؟ امال عايز تدفع كام ان شاء الله؟ عايز ادفع المعقول يا رشا، زي ما اي واحده في عيلتكم تدفع لها. كل برغوته على قد دمه. انا ده انت دراكولا بقى وجاي تمصمص في دمنا، مش عايز تجوز بنتك. اهدى يا مختار اهدى، مش كده الناس هتاخد بالها. اهدى يا سعد، ده راجل بجح. انا ما اسمحلكش يا مختار تكلم دادي بالشكل ده. دادك ازاي يعني؟ بس يا رشا يا رشا، الناس هتاخد بالها مش كده. انا كنت فاكراك انك مقيمني اكتر من كده، انما الظاهر طلعت رخيصه في نظرك قوي. يا حبيبتي انت تحفه لا تقدر بثمن، عشان كده انا مش هاين عليا ادفع فيكي مبلغ زي ده. خلاص تمن انت وقول كلمتك. اتمن ايه يا عم شاهين؟ هي بيعه وشروه، دي جوازه ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله دي حاجه عائليه انا ما اقدرش اتكلم فيها. اه طبعا، ما انت كل ما زاد المبلغ زادت نسبتك. بقول لك ايه يا شاهين، الجوازه كده هتبوظ. ده رايك يا مختار، ده تحديد يا حبيبي ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، احنا ما بتلويش دراعنا. خلاص يا حبيبي بلاها دي جوازه، ولا انت فاكر انكم هتذلونا؟ رشا رشا اقعدي، ما يصحش كده. خلاص يا جماعه انا موافق. موافق ده ايه؟ يا سعد انا لو منك هفضها سيره واربيله البيت. الله يسامحك الله يسامحك يا مختار. مختار بيه، انت نسيت نفسك يا شاهين ولا ايه؟ يا اخوانا مش كده، اقعدوا اقعدوا اقعدوا، ربنا يهديك انتوا هتبقوا اهل ان شاء الله. الا الله. مش باين يا عم الشيخ. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه انا موافق. اكتب يا عم الشيخ. موافق ده ايه؟ ايه اللي بتحببه ده يا سعد؟ سيبني بقى مختار الم الليله بدل ما الجوازه تبوظ ونتفضح قدام الناس. تلم الليله؟ انت الخسران، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا جماعه اطمنوا، الخير كتير والحمد لله، ربنا يعوض في اللي راح بقى. اكتب يا عم الشيخ اكتب. توكلنا على الله. يلا بينا اهو معلم سعد. يلا يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، ما تودنيش يا معلم، ما تبعتنيش يا معلم يا معلم يا معلم، ما تضيعنيش يا معلم وسيبنا عيش يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. شيطان والشاطر اعمل لي خاطر، توعني مرة وقول لي حاضر. شيطان والشاطر اعمل لي خاطر، شيطان والشاطر توعني مرة وقول لي حاضر. عاتبني مرة الأسوأ مرة، حرام عليك حرام تاني، حرام عليك حرام تاني. دلعني يا عم انا لحم ودم، مش طالب حتة من اخر اللي هنود هيتجوز الليله. ما قدرتش احضر فرح، ما قدرتش، وانت سبب حبك للمال، مال ولادنا ورثتهم ذنب تقيل في زمن ما يعرفش الرحمه. خليتهم ياكلوا حرام واديت فرصه للحرام ياكلهم، فاكر بكده امنتهم؟ ده انت حطيتهم جوه النار بايديك. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا روح قلبي. ربنا يقدرني وأقدر أسعدك طول العمر.
أنا سعادتي الحقيقية إن أنا أفضل جنبك طول عمري. آه، إيه الكلام الحلو ده؟ ده إحساس يا حبيبي، طول ما أنت شايلني في عينيك ومقدرني. أنت عارفة بقى إن الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. ألف مبروك يا سعد. أهلاً، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، نورتنا والله. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك يا صفية. مبروك يا عروسة. ايه اللي جابك يا صفية؟ انا ما عزمتكيش. انا ضيفت سعد وانا عروسته وبقولك اطلعي بره. رشا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يصحش كده. هو ايه ده اللي ما يصحش؟ انت ايه، ما عندكش احساس يا رشا؟ عيب كده يا رشا، مش قدام الناس. خليهم يا حبيبي يشوفوك على حقيقتك. عامل لي عريس وبتتجوز وعازم لي حبيبتك. قلت لك اسكتي. مش هسكت يا سعد. يا رشا ما يصحش. انزل لمستواكي وارد عليكي. انا جيت عشان اعمل الواجب وبس. مبروك مره تانية يا سعد، وربنا يعينك. صفية، صفية، عاجبك كده؟ ده انت ليلتك سودة معايا الليلة دي. اهو ده اللي انا كنت خايفة منه. دي رشا واهلها دول طمعين قوي يا ماما. ولسه الاتنين مليون جنيه دول البداية، واللي جاي اكتر. دول زي ما يكونوا بيبيعوا بنتهم للي يدفع اكتر. والعبيط ابني اشترى بضاعه خسرانه ومش هتربح معاه. سعد معذور برضو يا ماما، اصل طلبهم جه مفاجاه وهو اتحرك قدام الناس. ده عيبه طول عمره، بيجي على نفسه عشان يرضي الناس. سعد طيب قوي. سعد ابني ضحيه، لما اتولد في بيت مقسوم نصين، انا واشرف مقفلين ومحبكينها، وابوه مختار مفرفشين ومقضينها. لما تقربي مننا تلاقينا عيلة واحدة، ولما تعشينا أكتر تحس إن إحنا عيلة مقسومة نصين. سعد لما اتولد الكل حب، كان دلوعتنا كلنا، شوية معانا وشوية معاهم. عمره ما رسي على بر، وأنا خايفة بقى نكون أذيناه بالحكاية دي. أذيتوه ده إيه؟ ده أنتوا ربيتوه أحسن تربية. أيوة، ما إحنا مديناهوش فرصة الاختيار. كنا بنعتبر ان هو دايما عيل صغير ولازم يسمع الكلام. يا حاجة الكلام ده كان زمان. النهارده سعد عريس، فرحه النهارده، وهو اللي مختار عروسته بنفسه، محدش فرضها عليه. ما تعودش يختار، وعشان كده لما جه يختار اختار غلط، زي العيل الصغير اللي ما بيعرفش يسوق وفجأة خد عربية ابوه. تفتكري بقى يسوقها صح ولا يعمل حادثة؟ كده بعد الشر عليه يعني، ممكن يعمل حادثة. أنا بقى خايفة من الحادثة دي، وبعد الأيام ربنا يسترها معاه لما تيجي. فلله ولا فالك يا ماما، ربنا يسترها معاه إن شاء الله ويطرح له الخير. والخير هيجي منين وهي مسقية شر؟ والفين مختار وصلني وقال عنده مشوار. أنا خايفة من حادثته هو كمان. هو أنت لسه خايفة مني؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انت العلامة الحلوة اللي حسستني ان لسه ربنا بيحب مختار ورزقه بيكي. ياه، كلامك حلو قوي يا ماما. الكلام الحلو مش كفاية، لازم بقى تجدعاني شوية. لازم تشغيلي جوزك بيكي، ولا عاجبك بقى طفشانه طول النهار؟ يعني اعمل ايه؟ يعني جدعاني بقى شوية واتيلك حتة عيل يملى علينا البيت. عيل؟ ايه؟ الموضوع مش على بالك ولا ايه؟ بالعكس، بس لما ربنا يريد. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيريد لما انتوا كمان تريدوا، مش كده ولا ايه؟ انت برضو اللي زعلانه، انا اللي من حق ازعل. تزعل ليه يا بيه؟ لانك طردت صفيه قدام عينيا واحرجتيني قدامها. انت اللي احرجت نفسك يوم عزمتها ليله فرحي. انا مش فاهم بس انت في ايه بينك وبين صفيه؟ دي مجرد زميله عاديه. ليه ان شاء الله؟ ما بتحبكش؟ مش حاطه عينها عليك وعايزه تتجوزك؟ يا حبيبتي المهم انا حاطت عيني على مين وعايز اتجوز مين. انت شكلك كده من الرجاله اللي بيحبوا يلعبوا على كل الحبال، وانا بقى شكلي اتخدعت فيك. حول الله يا رب. بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ اطلع بره. ايه ده، انت بتطرديني من اوضتي ليله دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليله دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي،
واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته ثانيه. لا لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله اجيبكم محمد عروسه على عرس. ما تهزرش، اشوف لك حته تنام فيها. هنام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتح يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ونفسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. البيجامه الحمراء دي تلبسها لوحدك. يا دي النيله على البيجامه الحمراء، قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا دي.